السلام عليكم ورحمة الله. إذا وصلوا الكيهون خاص دائما بالحزام البني، كما بدينا في الأول عندنا صومبون سوكي خلاص بطبيعة الحال كمراجعة، نحاول ندير هاد اللمد في الحصة عاوتاني المقبلة، ندير لهم صومبون سوكي عاود يراجعوها، يدوزو مباشرة لأكيو كي جاكو سوكي حتى هي، من بعد يجيو لسوتوكي يوكو إم بيوتشي، ولكن دائما هاد الشخص يبدا يتراجع لان باش ما يمشيش دائما فين ما جيت لواحد الحصه باش كنبغي نضيف شي حاجه ندير ديك المراجعه ديال الحصه اللي فاتت كلها نضبطها مزيان باش نشوف التلامذه الا بانوا ليا التلامذه شادين مزيان داكشي عاد نزيدهم باش ما نبقاش، لان عند كيكون عندي البرنامج عامر هكا كنجيو نحطهم بقى كندير ليهم وحده ورا وحده ما غايشدو حتى شي حاجه. غادي ندير هذاك الشيء اللي درت الحصه الفايته، دير ثلاثه الحويجات خليهم حيت نجي للحصه اللي جات دابا، غادي نشدوك ثلاثه ديال الحوايج ونضيف نخدمهم بعدا نشوف التلامد فين وصلوا، واش شدوا معايا شي حاجه ولا غير مشاو صافي خرجوا من لاصال صافي مشاو كلشي. اذا من بعد عاد كنجي كنضيف لهم شودان اوتشوكي ياكو تسوكي راه فاتو شافوها، نديرها عاوتاني نخدموها. كما قلت دائما كما قلت في الفيديوهات اللي سبق يمشيو بها ويرجعوا يخدموها في البلاصه، الخطوط العريضة، الاتجاهات المتعددة، الأشكال الأرضية الخاصة بكذا. إذا هادو دائما تنذكر بهم، هاد الطرق هادي راه مجدية زينة يعني مزيانة بزاف ومجدية وعندها نتائج إن شاء الله. إذا عندنا سوتوكي كوكوتسوداتشي، هنا سوتوكي كوكوتسوداتشي راه معروفة، خدمناها مع ياكوني كيتيشناها من قبل شودان مايغي هويتسوكي شودان حتى هي راه كنا كنديرو مايغي بوحدها، دابا راه ضفت ليها كما خبرت في الاول هويتسوكي شودان. التقنية كنت شتها في الحزام الازرق تقريبا، عندي ما هو شي غيري جودان ولا شودان او غياكوتسوكي، ها هي دابا حركة بالرجل حركة باليد، الى لاحظنا هنايا كنشوف حركة بالرجل مخلطة مع حركة باليد. اذا هادو كاملين كنقدر ندير فيهم حصه دائما نخرج فيها حركه باليد والرجل، يخدموا بعدا رجلين بوحدهم حتى يساليو، عاود يديروا اليدين بوحدهم حتى يساليو، من بعد ندير كومبينيزون ندير هادي مع هادي نخلطهم بجوج، نبدا يمشيو بهم يجيو يمشيو بهم يجيو، عاد كنرجع للدليل وكندير الخدمه اللي عندي في الدليل، نمشي بها غير ثلاثه المرات ونرجع. من بعد كندوز ليوكوغيري بكيباداتشي كياغي وكيكومي، هادو بجوج ندير كياغي بعدا، من بعد ندير كيكومي، من بعد ندير كياغي وكيكومي، يعني كياغي بنفس الرجل كندير كياغي قبل ما يحطها كيعاود يدير كيكومي عادي يدير حتى كيبان هادشي، هادي الصعوبة ديالها هكا بهاد الطريقة هادي. نفصلهم في الأول كياغي بوحدها يمشي وعاود يرجع بالرجل الأخرى، من بعد يدير كيكومي خطوة خطوة يوكوغيري، من بعد يخلطهم كما قلت دابا في الأخير يدير يوكوغيري كياغي بنفس الرجل يطلعها ويجمع وكيكومي عادي يحط رجلو. إذا هنا كنمر عاوتاني آخر تقنية اللي هي الشوغوغيري، الشوغوغيري فتناشناها نخدمها بديك الطريقة اللي كنت هضرت عليها، ونضيف لها بعض التقنيات دائما ياكوتسوكي ولا حركه دفاعيه عاد ايشوغوغيري، عاد دائما ندير نحاول دائما نركبهم حركه مركبه، يعني تقنيات مركبه ندير وحده مع وحده دائما بحال اللي كنركب الجمله كلمه 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 وكندير جمله. هنا من حزام الازرق الفوق دابا صافي خاص هاد الطرق هادو يتعود عليهم الممارس بهذه الطريقه هادي، ما بقاتش الحركه الوحيده، دابا خصو يتعود على التقنيات المركبة. إذا هنا كيمر في الأخير كيحاول يدير حركة ديال الرجل كلهم كما مطلوب مني في الدليل، ماواشي غيري يوكوغيري كيكومي إيشوغوغيري عاد غياكوتسوكي. هنا كناخد حصة كندير فيها هادو كاملين،
من بعد ما أن قبل ما انني في القبل قبل كنت فصلتهم وحده وحده، درت مواشي بوحده مشاو بها وجاو، يوكوغيك هم يمشاو بها وجاو، يشوغوغيك يمشاو بها وجاو، كندير عاود مواشي كيغي ندير لها كياكول سوكي يمشي بها ويجي ويشوف بها ويجي، يوكوغيكي نزيد لها كياكول سوكي، يشوغيكي نزيد لها كياكول سوكي. دابا كندير مواشي كيغي بوحدها، نضيف لها يوكوغيكي بلا ما ندير كياكول سوكي في الوسط، في الاخير ندير الشوغيري عدت ندير كياكول سوكي. نقدر نخرج حصه فيها ندير مواشي كيغي ندير كياكول سوكي، يوكوغيكي كوكومي ندير كياكول سوكي، يشيرو كيغي ندير كياكول سوكي، كل وحده فيهم ندير فيها كياكول سوكي. من بعد عاد كنرجع للدليل وندير الطريقه اللي مطلوبه مني في الدليل، اللي هي ثلاثه التقنيات عاد كياكول سوكي. وفي الاخير كنشد الماده كامله ديال كيهو ونهبط عليها كلهم بدون هادوك الحصص اللي هضرت عليهم، هادوك التهيئيه باش اللي كيجيبوني الدليل. دابا كنشد الدليل وكنزل معاه بحال بحال الامتحان، هادي 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 مور هادي هادي، وانا نازل نازل حتى كنسالي الماده، وهكا كنكون استوفيت الماده ديال كيهو في الشرح ديالها.